طيب احنا الحصة اللي فاتت خلصنا في موضوع مراحل النمو، وحكينا ان العلماء المتخصصين في موضوع مراحل النمو بقسموها لعدة مراحل حسب، في ناس من مرحلة الولادة ل6 سنوات، 6 9 9 و12 و12 و15 و15 و18، وكنا نمو ان الى مظاهر مختلفة، نمو الجسم الفسيولوجي الحركي الحسي العقلي اللغوي الانفعالي والاجتماعي والديني والخلقي. كنا في قوانين للنمو، هذه القوانين هي اللي بتحكم عملية النمو، تخلينا تساعدنا في إن نفهم عملية النمو. وحكينا أيضا إن مطالب، في أنا مطالب للنمو وقسمناها لعدة أقسام، في أنا مطالب تحقيق الذات، مطالب الاجتماعية. اليوم بدنا نبلش في موضوع المراحل هذه شو ميزاتها عشان نعرف نتعامل مع هذه المراحل. لازم نفهم كل مرحلة من المراحل بإيش بتتميز حتى إحنا نقدر نتعامل مع هذه المراحل بطريقة صحيحة، ونقدر نتعامل معها بجوانبها البدنية، جوانبها الانفعالية، جوانبها النفسية. كيف بتمر هذه المراحل؟ من إيش بتتكون هذه المراحل؟ طيب شو الميزات تبعتها؟ شو الصفات تبعت المرحلة الطفولة؟ نبلش اليوم في مرحلة أطفال الحضانة. أطفال الحضانة بتميزوا في الجوانب البدنية، هون بكون النمو السريع. تعرف الولد بين يوم عن يوم بيختلف، بتغيب عنا شهر بتلاقيه متغير، بتلاقي حركاته صارت غير، لأن الولد في هذا العمر تمتاز هذه المرحلة، إن مرحلة فيها تغيير باستمرار. فالنمو البدني عند هذا الولد بين مرحلة ومرحلة بتتغير، وبتكون هذه التغيرات سريعة جدا. فالولد في الجانب البدني بكون عنده تغير سريع في هذه المرحلة. طبعا البنات باستمرار عندهم طفرات نمو أفضل من الأولاد. هذه المرحلة البنات بتلاقيهم أسرع في النمو في من الأولاد في هذه المرحلة. بتبلش تظهر عندنا، كان تلاحظ في البداية العضلات بتكون فقط مجموعة من العضلات اللي بيقدر يحركها. شو الحصة اللي فاتت؟ إن في بعض العضلات اللي بتبلش عند الولد اللي هي منطقة الركبة والمحور هي اللي بتحركها. شوي شوي بتصير بعض العضلات الكبيرة، بتعرف إن في عضلات كبيرة، عضلات الفخذ، عضلات العضد، عضلات الصدر، وعضلات الظهر. هذا بنسميه العضلات الكبيره. هذه العضلات شوي شوي بتصير تنمو عند الولد حتى يصير يتحكم في عضلات، يقدر يتطور من فتره لفتره، ويصير في عندنا بعض الحركات الجديده اللي هي مطلوبه في هذه المرحله، اللي هي مثل المشي والجري وتسلق الدرج وصعود الدرج ونزول الدرج. فحتى يصير البني ادم الولد في هذه المرحله يقدر يكون بهذه الحركات، لابد ان يكون رافق نمو للعضلات. بدون نمو العضلات ما بيقدر يكون. فهذه المرحله بتصير العضلات الكبيره اكثر تحكما عند الولد، وبصير عنده قدره انه يتحرك هذه العضلات بشكل. العظام ما بتكون ناميه بالشكل الصحيح، عشان هيك في هذه المراحل بنركز على الجوانب اللي فيها تمرينات مرونه، عشان يكون ولد صغير بتكون المرونه عنده افضل من الناس المتقدمين عمرا. عشان بنقول لهم يا جماعه ركزوا في مراحل صغيرة إن نحافظ على المرونة عند الأولاد، لأن العظام ما تشكلت بالشكل الصحيح، ما تكلست بالشكل الصحيح. إذا أنا ما فهمت المراحل العمرية ما راح أقدر أتعامل معها، ما راح أعرف وين أنا أبلش في عنصر من عناصر اللياقة البدنية، وليش لازم أستقدم في هذه المرحلة؟ لأن هذه المرحلة بتكون مناسبة للولد، إن التكلسات ما بتكون عظام كاملة، يعني بمعنى إن بقدر اني اشكلها بالشكل اللي انا بدي اياه. وهذه خطره في نفس الوقت، ان انا بدي افهم انه سهل جدا اني احدث تشوهات قوميه اذا انا اعطيت الولد تمرينات اقوى من الامكانيات الموجوده عنده. فلازم تكون عندي المعلومه ان الولد ما بيقدر يوقف لفتره طويله، ما بيقدر يشتغل لفتره طويله، حتى لو هو بحب النشاط، الا ان هذا التمرينات اذا بتكون خاطئه راح تساوي عند الولد نوع من انواع اللي هو التشوهات القوميه، مثل تقوس الرجلين او تفنطح القدم او اصطكاك الركبتين. عشان لازم نكون ايش حذرين في ان التمرينات تكون بدون ما يكون في عندنا الوقوف لفترات طويله. حتى الاب والام ما تمشوا الولد لفتره طويله، ما تخلوه يمشي لفتره طويله، لان هذا حتى راح يشكل انبع العظام اللي العظام لحد الان ما تشكلت بالشكل الصحيح.
وهذه المرحلة أيضا بتمتاز من الولد بأمه بستين أي شغلة بالمرض عشان يبلش نعطيه في الطاب ضد الأمراض مشان يكون مناعة ويحسن مناعة هذا الولد، لأنه في هذه المرحلة لسه بنية الجسم وتركيبة الجسم ما بلشت تظهر بالشكل الصحيح. النمو الحركي للولد، هذا الولد بحب الحركة باستمرار، ولد صغير طفل في سن الحضانة عمره شهرين ثلاث أربعة ست سنة، هذا الولد ما بيقدر يقعد باستمرار قاعد بتحرش، مجرد ما صار يمشي أو يحكي على طول الدار بتصير إيش، بتصير جميعها بخربوش، لأنه هو راح شاف الكتاب بمزعل، شاف ورقة بنميها، شاف طاولة بكيم اللي عليها نشاط. هو ولد بحب النشاط، عنده كتلة من النشاط، بتصير عنده تتطور المهارات الأساسية، ببلش يحبي، ببلش يوقف، ببلش يمشي بمساند الطاولة، شوي بصير يوقف بدون حدا بدون مساندة، شوي بصير يمشي، بصير بعدين يجري، بصير الحجر يقدر يتحرك، فالمهارات عنده تتطور شوي شوي مع تطور نمو العضلات وتطور الجهاز العصبي عنده، فبصير في عنده تطور اللي هن الحركات، عنده الحركات الأساسية راح تصير أفضل مع الوقت ناتجة عن نمو الجسم. فأنا بدي أفهم إن في حركات ممكن أستخدمها في هذا العمر، لأن المرحلة السنية بتكون مناسبة أو مش مناسبة، يعني في مرحلة معينة الحركات الأساسية بتكون جاهزة، مرحلة معينة لازم أستخدم المجموعات في الشغل، في مرحلة ما لازم أستخدم المجموعات، لازم أعرف إن الصفات البدنية في هذه المرحلة بتكون فيها شوية في خربشة، عضلات النمو، عضلات الكبيرة لحد الآن بتشتغل تتطور مع الزمن، عضلات الصغيرة الساعة ما بلشت في الشكل الصحيح، يعني ما بيقدر يتحكم في المهارات الصغيرة، لكن شوي شوي مع العمر راح يتطور ويصير أفضل. الطفل في عمر السنتين والثلاث والأربعة راح يحدث متغير نتيجة نمو العضلات ونمو الجهاز العصبي وتطور جسم هذا ونمو مداركه وتقبله للمجتمع، راح تلاقي إنه تغير، راح يصير تغير عنده من حركات كبيرة حركات أساسية، بصير في عندها حركات أقل مع نمو العضلات الصغيرة، بصير يقدر يمسك الكلام أولا، بصير يمسك الكلام ما يتحكم في العضلة، بصير يقدر يمسك بصير يقدر يقلد الرسومات ويقدر يرسم دائرة في آخر المرحلة، يسوي خط مستقيم وخط أفقي ويمسك العجينة، وهذا التمرينات اللي بيكون في المعجنات، عارف شو بسموها، اللي بيكون في الملتينة أو مش عارف شو اسمها، شو بتقول هاتو، بتنمي عند العضلات الصغيرة في الأيدين، فمنيح جدا نستخدم مثلا الطابات المطاطية مع دي أو بعض التمرينات اللي بتساعد في نمو العضلات الصغيرة مشان يصير يقدر عنده تحكم في المهارات الأقل. في هذه المرحلة بصير الولد يقدر يمارس نشاطات محدودة مع المجموعة لحد أربع أشخاص، يعني إحنا بنقدر ندخل مجموعات لكن مش تشاركية، الولد ما بيشارك كثير، الولد إذا شاف حدا تعدى حكم بياخذ على طول، ما عنده قدرة إنه يتعامل مع الأولاد بشكل مطلق، لحد الآن الأنانية والفردية موجودة عندنا، عشان الألعاب الفردية الجماعية إحنا بنحولها لألعاب فردية عند هذول الأولاد حتى يقدروا يتكلموا المهارات، لأنه بيقدر إنه يندمج اجتماعيا مع مجموعة من الأولاد، لكن مش بالإمكانيات العالية اللي ممكن إحنا إن ندخله في مجموعة كرة قدم ولا كرة سلة ولا كرة يد، ما بنقدر لحد الآن، جميعها ألعاب فردية قد يشارك فيها بعض المجموعات. هذه المرحلة اللي هي مرحلة الطفولة المبكرة أو مرحلة الحضانة تمتاز بالأنانية. أي ولد صغير بتاخذ منه شغلة ما بيقدر يعطيها، أي ولد صغير بحب ياخذ اللعبة لحاله، أي ولد صغير بحب دائما يتملك الإشي لحاله، هذه المرحلة بتمتاز بالأنانية، والأنانية هم مقصود فيها مش صفة عامة، هذه مرحلة الولد ما بيقدر يتعامل مع مجموعة، ما بيقدر يتعامل مع أفراد، إذا معي كرة أنا بدي ألعب فيها لحالي، إذا معي لعبة أنا بدي ألعب فيها لحالي، إذا أنا بكون بأي تصرف بدي دائما أتملك هذا الإشي، صفة موجودة عند هذا الولد، لما أنا أفهم إن الولد في هذه المرحلة بيمتاز بصفة الأنانية، أنا ما بطلق عليه إنه أناني، أنا بعرف إن هذه المرحلة اللي بمر فيها الولد راح يكون بهذا الأسلوب، راح يكون عنده نوع من التملك للإشي، مش إن الولد خلص هذا الولد محكوم عليه، لا، هذه المرحلة جميع الأولاد راح يكونوا بهذه الطريقة، وجميع الأولاد راح يكونوا بهذا الأسلوب، عشان ما راح ألومه، بالعكس أنا راح أتعامل معاه
في هذه المرحلة أنه هذه هي طبيعته، مش لأنه في عنده سوء تربية ولا سوء سلوك ولا كذا، لأن هذه المرحلة أي ولد راح يمر فيها ما بدناش هي تستمر معه، بدنا نتعامل معه في هذه المرحلة بس ما بدنا. الانتباه والتركيز عنده قصير، ما بتقدر توقفه وتقعد تشرح له، تلاقيه إذا وقفته بنت ضعف كانت تشرح له على طول، بنت في الكلام، بنت في صاحبه، بنت في أي شيء. فبدك تفهم إن بدكش تطول وانت تشرح، بدك تعطيه مهام سريع، بدك تجذب انتباهه بشكل سريع وتخليه يستغل الجانب الآخر من النشاط بدون ما يوقف لفترة طويلة ويركز. ما عنده قدرة في هذه المرحلة إنه يعطيك انتباه لفترة طويلة. ولد ما عنده قدرة إنه يسمع، ما عنده قدرة إنه يكون إذا طلعت في حصة رياضة أو بدك تعطيه نشاط ما بيقدر إنك أنت تيجي تقعد تحكي له في قصة حركية لفترة طويلة، ولا تحكي له في تمرينات، ولا تحكي له في قوانين في الألعاب، ولا كذا. ما بيستوعب هذا الشيء لأن انتباهه قليل. ليش؟ لأن ما بيقدر يركز، طبيعة المرحلة ما بيقدر يركز لفترة طويلة. فأنت لازم يكون عندك دراية في موضوع إن التركيز بيكون عنده قليل وما بيكون بشكل طويل. هذا الألعاب الخيالية والاستمتاع بالقصص، بحب الأولاد القصص، بحب تخرفهم قصص، بحب حتى إحنا في الرياضة نقول نعطيه قصة حركية، نعطيه قصة حركية. والمقصود هنا بالقصة الحركية اللي إحنا دائما نحكي عن القصة الحركية، إن أنا بدل ما أعطيه تمرينات وأوامر بطريقة التمرينات الرياضية، لا، أنا باجي بعمل له إشي اسمه قصة حركية. يعني باجي بخرف قصة الصياد إنه راح يصيد في الغابة وتعرض وطلع على جبل ونزل من جبل وقام الصبح غسل وجهه وقام الصبح لبس أواعيه وأفطر ومش عارف إيش. حكيت إحنا بعد ما نخرف القصة بشكل سريع بدنا نروح التفاصيل نصير نشتغلها مع بعض. ولد هذا الولد الخيال اللي أنت أعطيته إياه راح أطبق لك إياه كأنه هو الصياد الموجود. راح تقول له الصياد نام على بطنه بعد ما قام الصبح قام غسل، يلا بدنا نروح نغسل. راح يكون يروح ويتخيل إن في مغسلة وقاعد بغسل ونبلينا وعي وبلبس فيها وعي. تعطيه في تمرينات عن طريق قصة حركية، إيه شال البندقيات شدفة بعد ما طلع على الجبل، هاي بدنا نطلع على الجبل. الولد بمشي معك وكأنه بيطلع جبل. ليش؟ الخيال عنده واسع، كل شيء بتخيله وكأنه موجود. مش مجنون، هو مش مجنون، بس هو في هذه المرحلة بتخيل أي شيء إنه حقيقة. فبتلاقي يلا الصياد نام على الأرض وبدأ يصيد الغزال، الغزال هرب يلا نجري ورا الغزال. هذه القصة اللي بنحكي فيها، هذا المقصود في القصة الحركية، إن إحنا نستغل هذه المرحلة، نستفيد من الخيال اللي عند هذا الولد، ونقدر إن إحنا نوظفه في تمرينات تمرينات بدنية بحيث إنه يطبقها بدون ما يعرف إنه هو بيطبق في التمرينات، يلعب تمرينات بدنية بدون ما يعرف إنك قاعد بشتغل في تمرينات بدنية. وهذا السر في موضوع القصص الحركية اللي إحنا نعطيها للطلاب في أعمار صغيرة، حتى إحنا نستفيد من الموضوع اللي هو بعيش فيه، الأنانية الموجودة عنده وكلة الانتباه والخيال الواسع وحبه لهذه القصص، وبإمكانه إنه يطبق هذه القصص على أرض الواقع مع إنها خيال، وتقول له تعال بدنا نطلع، هاي بدنا نصعد على الحين شوي شوي، البس اواعيك، يلا بدنا نشيل اواعينا، يلا بدنا نزحف على الارض عشان في حدا بيراقب فينا، ولا تخرف قصه الشرطي، ولا قصه هذه القصص اللي انت بدك تعطيها اللي ممكن انها تكون يعني ممتعه جدا الى كونه ممتاز بحب لهذا الخيال. بحب الاستطلاع، بحب يعرف كل شيء، مش لأنه فضولي، مش لأنه بني آدم حشري، مش لأنه بحشر دماغه في أي شيء، لا، لأنه هو بحب يتعرف، بحب يتعرف. تعال يلا أولاد بدنا نشوف شو جوا إيدك، ما نعرف كذا، بدي أخبي الشغلة تحت السطح، بدي أعرف شو اللي خبيته، بدي أعرف شو اللي سويته، بدي أعرف شو بدك تعطينا يا أستاذ. يعني جوز كارك وراسك الطلاب يقول لك شو بدك تعطيني، بدنا نلعب كرة قدم، بدنا نلعب سلة، بدنا نلعب كذا، بدنا نلعب كذا، من وين انت؟ ليش لابس هيك؟ ليش بتجي متاخر؟ ليش؟ اي شيء في الدنيا بيشوفوه بيسالوا عنه، لان طبيعه المرحله بريئه، طبيعه المرحله هو بيستكشف في الدنيا، فبحب يتعرف على كل شيء موجود حواليه حتى يكتسب منه ويعرف شو هو. غير هذا انا بحب جذب الانتباه، ديروا بالكم من الاولاد الصغار، كلمات المحفزه مهمه جدا لهم وبيعتبروها شيء كبير وعظيم في حياتهم. شوف انت مثلا لو يعطوك جائزه في الجامعة، انك انت
جائزة مثلا درع، جائزة مالية، جائزة كذا. فأنت ممكن تجذب انتباه الولد بكلمة، تخيل الكلمة، الكلمة المحفزة، الكلمة اللي شاطر انك تمسح على راسه سبكولة. هذه الشغلات اللي بيسويها، فبتلاقي الولد الثاني لا بنط بجاوب لك جواب، بعد ما يجاوب الثاني بنط يجاوب اللي بعده. اذا ولد جرى بسرعه بده يجري ورا بسرعه. كل ولد فين بحب يوري حاله انه هو احسن، انه هو الافضل، انه هو المتميز في هذه المرحله، اني انا تبحر علي. هذه برضه ميزه بامكانك انك انت تيجي تقول له تعالوا شوفوا فلان شو بيعمل وقلدوا. الكثير بصير يقلدوا فيه مشان ايش؟ مشان يجذبوا الانتباه. المره الجايه لا طلع واحد ثاني، مشان تزرع عندهم نوع من الشخصيه وتقوي عندهم الشخصيه الموجوده عندهم. ما تخليش حالك دائما محظوظ الاولاد انك تتعامل مع ولد وتحبه، حتى لو الولد معجبك وحلو وقرابتك او كذا وكذا وكذا وكذا، او شخصيته ما شاء الله سابقه جيل. لا لا لا، بدك تتعامل معهم بشريحه من الولد. هذول الاولاد صفحه بيضاء، وبيزعلوا من اي شيء، وبحس بنفسهم اي شيء، وبأثر في نفسيتهم اي شيء. عشان بدك تكون حذر جدا في انك تهمل ولد او انك تميز ولد عن ولد. فعشان بدك تحطهم دائما في مجال القيادة، مرة فلان مرة فلان مرة فلان مرة فلان. أنا بحب أن الجميع يشوفهم، بحب يوريك كأستاذ أني أنا مميز، أني أنا بقدر، أني أنا والله سويت كذا، وأني أنا سويت كذا. هو حاب أنك أنت تشوفه أنه مميز. فجذب الانتباه من الصفات. فالولد هذا أناني، الولد هذا في هذه المرحلة ما بيقدر يركز معك، ما عنده انتباه عالي، بحب الخيال، بدك تستفيد من هذا الخيال. بدك تعرف انه حب استطلاع، بحب يتعرف على كل شيء، راح يكرك على راسك وهو يسال فيك، بده يضل يجذب انتباهك. شايف اصلا البوزج بتلوز البرشلونه، شايف بده يجذب انتباهك، اللي بده يجذب انتباه المدرس ويجذب انتباه الزملاء لهذه الاشياء، لان هو طبيعه حياته بهذا الاسلوب. الطاقه الزائده والحركه، يا الله هذول الجيل شو عندهم، هذه المرحله العمريه شو عندهم حركه، شو عندهم نشاط. بامكانك انك انت تخلق من حصه التربيه الرياضيه اللي انت بتعطيها في المراحل السنيه الصغيره انها تكون حصه ممتعه لك كاستاذ وللطالب كاستاذ، تخليها جانب. ولا بيحب يتحرك، توقفيش صف، كلش بده يوقف صف، كلش يوقف طابور، كلش يوقف كذا. ليش؟ دائما اعمل على الانتشار الحر، دائما خلي الحصه عندك تكون يعني حركة باستمرار، لأن هذه الحركة هي هدف هذا الولد في هذه الحصة. هذا الولد ما بتفرق عليه إنه عرك ولا ما عرك، ولا وكع ولا ما وكع، بتلاقيه بكع بكل تكون طاقة مش طبيعية، طاقة عالية جدا، طاقة متميزة، طاقة لا تنضب مثل ما بنقول. فالولد بظل يتحرش يتحرش من أول ما يصحى من النوم حتى ينام، بده يتحرش. بتقول لك إنه والله نام من غير ما يتحرش. ليش؟ لأنه كد ما لعب اليوم، كد ما تحرش اليوم. فعشان هيك يعني أنت لازم كأستاذ تربية رياضية، كبني آدم تشتغل في الجانب البدني، أنك تستغل إشي موجود عنده وهو بحبه، هو بحب هذا الإشي، هو بحب الحركة، هو بحب أنه يجري، هو بحب أنه يقفز، هو بحب أنه ينط، بحب أنه يحجم، بحب أنه يرمي الكرات، بحب أن الكرة تكون جزء من جسمه. استغل هذا الإشي، استغله بحيث انك انت تخلي حصه التربيه الرياضيه ما تكون جامعه. عشان هيك صار يستخدم برضه التمرين في تعليم مواد مثل الرياضيات. الله يمسك بنو يستخدمها من هذه التمرينات مع كثير شغلات، حتى ايش؟ حتى يصل لمرحله ان ممكن يستفيد من النشاط تبعه في تطوير الجوانب الدراسيه في اللغه العربيه في الرياضيات. صارت تستخدم التعليم من خلال اللعب، التعليم من خلال دراسات كثير، التعليم من خلال اللعب صار الى طرقه والى اساليبه والى الناس اللي بتنادي فيه، اللي هم رواده اللي بيدافعوا عنا، ان احنا بامكاننا ان نستغل النشاط الموجود عند هذا الولد حتى نحوله لبني ادم عنده قدره ان يطور من ادائه ويطور من اداء المجموعه، اللي يطور من ادائه ويستفيد من ادائه في الجانب العلمي من خلال النشاط. فأنا أولى كواحد متخصص في التربية الرياضية، أو واحد بدي يعطي حصة التربية الرياضية، إني أستفيد من كتلة هالنشاط، من هالذوبة الموجودة قدامي، الإمكانيات الموجودة قدامي، وأجيرها في داخل حصة التربية الرياضية، في إنه يكون دائم الحركة ومستمر الحركة في خلال الحصة. الولد في هذا العمر بحب يقلد، يقلد كبار، يقلد أبوه، يقلد أمه، يقلد أخوه، يقلد كذا.
ممكن يشيل سيجاره ويدخن انه صار كبير، ممكن يعني. فالتقليد عنده عاده، بشوف ابوه بسوق السياره بتلاقيه قاعد على كرسي بسوق، ما شاء الله عنه حب التقليد، تقليد الكبار، تقليد الحيوانات. كل الولد تجيب من الارنب على طول بصير في الحاره، ما تفرقش عليه، ما عنده مشكله، ما عنده مشكله، بيقدر يقلد اي حيوان، بيقدر يقلد اي بني ادم كبير، وبيقدر يطير مثل العصافير، وبيقدر يركب على عصاة كشاطة ويقعد يجري فيها، انه هو قاعد بحقق في انجاز، وانه خيال صار. فهذا الخيال الموجود عند هذا الولد، الانانيه اللي كنا عنها، هذه المراحل، هذه ميزات هذه المرحله. اناني ما بحب يتعامل مع حد ستير، لحد لما يتكوكب على نفسه، يا دوب مع انه بيتعامل، لما يطلع على المدرسه او على الحضانه او على الروضه، راح يكون هذا الولد شويه بطيء التعامل مع الناس. مش كل الاولاد ممكن بامكانهم انهم يتقبلوا الغير، فبدك تفهم ان هذا الولد ما بيتقبل الغير، بدك تستفيد من هذا الشغله، وبدك تتعامل معها بالموجود، ما بدي الغيها لان هذا موجود. الولد ما بركز كثير، ما بيتباهى معك كثير، بديش اشرح له كثير، بديش اعطيه معلومات كثير، بديش اعطيه تعليمات كثير، بديش اوقف كثير واقول له وقف في طابور، وقف في كذا، لان ما راح يتجاوب معك في هذا المول، لان طبيعه المرحله المرضيه لا تعني الى التركيز وما بعني الى الانتباه كثير. بحب الخيال، بحب الاستمتاع بالخيال، بحب يقلد، بحب يستمتع في القصص، واحنا بنستخدم القصص الحركيه اللي ممكن انه ناثر على الجوانب البدنيه، وبالتالي على النمو الشامل للولد من جانب انفعالي، من جانب بدني، من جانب مهاري، من جانب نفسي، من خلال ايش؟ من خلال حبه والاستمتاع لهذه القصص. ممكن تكون قصه وطنيه، ممكن القصه تكون على شكل عسكريه، ممكن تكون القصه على شكل انقاذ لعائله، ممكن تكون قصه، يعني بامكانك انت تبتكر. انا راح اعطيك مجموعه من الكتب اللي بتشتغل في القصص الحركيه، لكن انا بامكاني، انا بني ادم بامكاني اني اكتب اي قصه بدي اياها، واحضر لهالولاد قصص بتكون ممتعه لهم، وادبرهم خليهم يطبقوها. ايضا الولد في المرحله حب الاستطلاع وجذب الانتباه، اي شيء بده يتعرف عليه، وفي نفس الوقت بده اياك انك منتبه له، بدك تشوفني، اه ممتاز، اه يا محمد، اه يا هبه، ممتاز، وكذا وكذا وكذا. دائما ما تميز بين الولاد، ما تخلي ولد مقرب لك وباقي الولاد، بصير تشعر هذا الولد، وفي نفس الوقت انت راح تشعر، لانك انت في يوم من الايام ما حبيته، ما اعطيته من الحب الام بحاجه الى، انه بحب انه يخلي الجميع يظل ينظر إلى وينتبه له، انه هو مميز، حتى لو مش مميز، حتى لو امكانياته ضعيفه في الجانب، حتى لو في الماده اللي انت بتدرس اياها هو ضعيف، لازم دائما تعطيه فرصه انك انت شيء مميز، انك انت شيء مميز، ان الجميع شو بس لو واحد اليوم يوم الاولاد صفقوا لي، الاولاد قالوا لي كذا، انا سبقت جميع الاولاد، انا نطيت عن كذا، انا انا انا. فالولد في حب الانانيه وجذب الانتباه وحب الاستطلاع وانتباه قصير والعاب خياليه، انت بامكانك تستغلها، وفي المنتج ان هذا الولد طاقته عاليه، بحيث انه بيقدر انه بتحرج بلا كلل او ملل، بتحرج بدون ما يتعب، بتحرج بدون ما تخلص. كل قلد الحيوانات بقلد، كل قلد مشيت ابوك بقلد، كل مشيت شيف الطاووس بيمشي بكرد الطاووس، شيف النسر بحلك في السماء بصير يسوي حالنا بحلك في السماء. فرصة انك انت تستغل هذا المواضيع وتخلي هالولاد تأثر عليهم، مثل ما اتفقنا في السابق ان التربية الرياضية جزء من التربية العامة اللي بنأثر فيها على النمو الشامل للطفل، النمو الشامل البدني والمهاري والنفسي والانفعالي وجميع الجوانب اللي بتنمو العقلي، من خلال ايش؟ من خلال النشاط الرياضي. فانا بدي استغل هالقدرات والمواهب المتفجره الموجوده عندنا اللي بنحكي عنها، من شان اني استفيد منها في هذه المرحله العمريه اللي هي من سن واحد يوم لحتى نقول 7 سنوات او 6 سنوات، بكون الطفل بهذه المرحله اللي هي مرحله الانانيه، او مرحله الطفوله المبكره، او مرحله قله التركيز، او مرحله التقليد، مرحله الحركه الزايده. بدك تفهم في النهايه، اعرف مواصفات المرحله حتى اعرف اني اتعامل معها، وما اجبها لاني اذا شفت الولد اناني وشفت انه بحب يلعب لحاله وبحب يستحوذ على الكره لحاله، طلع اولاد صغيره بكره القدم، كل واحد يمشي في الكره وبدش المجموعه لحاله. طبيعي، طبيعه عند هذا الشيء، مش لانه هو بده يكون اناني ولا بده يتعامل بانانيه مثل ما احنا الكبار بنتعامل بانانيه، هو لا، هو بيتعامل ببراءه، لانه طبيعه مرحلته بتكون بهذا الاتجاه. طريقه تدريس برنامج التربيه الرياضيه في المرحله الاولى، نلاحظ ان الانشطه
هذه المرحلة لاحظوا إن بتكون إيش على قصص حركية وسباقات، بحبوا الأولاد هكذا يعني. كثير وإحنا صغار، أنا بتذكر وإحنا صغار الأستاذ الصف الأول بكيت لنا ويحطنا صفين كده بعض، قسمنا المجموعتين ويعطيك الواحد رقم، رقم 1 2 3 4 5، المجموعة الثانية 1 2 3 4 5، ويحط لنا طاقية في نص الملعب ويطلب ويقوم بعملية يسمي رقم واحد، يطلع واحد واحد يتسابق على طول التقية ويرجع. واللي بيقول حد أحيانا بعض الأولاد بجوز أنا واحد منهم بكيت أو أنت، إن بكينا بس نخسر نبكي. ليش؟ لأنه إحنا انهزمنا. شو كداش بتأثر فيه إن يعني الولد في هذه المرحلة بتأثر فيه كثير. فبحب الأولاد في هذه المرحلة السباقات وعملية اللي هي المنافسة، المنافسة حتى يثبت ذاته، حتى يجذب الانتباه إني أنا البطل، إني أنا اللي بفوز، إني أنا اللي بقدر أسوي. هبة بدك شيء؟ اه دكتور، مترددة كنت أسألك إن المميزات اللي حكيتهم قبل عن المرحلة الأولى للـ6 سنوات، يعني من الولادة للـ6 سنوات. يعني يمتد لـ7 سنوات تقريبا. اه شكرا. السباقات بحبوا القصص الحركية اللي رح نحكي عنها كثير، قصص حركية قصص حركية قصص حركية. يعني مثل ما كنا الخيال الموجود عند هذا الولد بدك تستغله في انك انت تخرف خريف الها اول ما الها اخر. هذه الخراريف اللي الها اول ما الها اخر، اذا انا خرفتني بقول لك انت واحد شبه، الولد الصغير راح ياخذها على محمل الجد، الولد الصغير راح يطبق لك اياها بحذافيرها بكل جديه، كل جديه، عشان هي ممكن استفيد منها. انا بستفيد من هذه المرحله اللي خيالها واسع، اللي تقليدها عالي، اللي بخوب بغوص في اي شيء. فانت بامكانك انك انت تستفيد منها في هذه المرحله. النشاطات اللي الحر الملاحظ، شو نشاط حر ملاحظ؟ حكيت انا دائما ما تحط قوانين، قلنا لك الولد ما بيعرف ينضبط، ما تحط قوانين. يعني حتى لما انا بدي اعطيهم تمرينات ومش عارف ايش بدي اقول لهم يلا بدنا نسكر فوق الراس وبدنا نمد ايدينا ولا نرجع ايدينا لورا وبدنا نجري، ما تخليه يجري بانضباط، ما تقول له تعالوا صفوا ورا بعض واجروا حول الملعب، صفوا ورا بعض واجروا حول الملعب. دكتور ممكن مش راح تمشي معه، تفضل. أعطيهم تمارين بشكل عام وألاحظ اللياقة على الأطفال معينين، بشوف كيف بتحرك، وفي أطفال بيكون عندهم لياقة عالية، ممكن أنا أطور من هذا الإشي اكيد اكيد بتحكي فيه، لكن اللي ويصيروا نموذج مثلا لديهم. اه بقول لك انه ممكن هم يكونوا نموذج لغيرهم لانهم بتمتعوا بهاي اللياقه والحركات بادوها بدقه. ممكن أسألك حلو كثير انه انا استخدم الولد كنموذج حتى الولد تصير غيرهم بعض ويتعلموا حركات ويجوا الحصه بعدها عندهم حركات يقول لك انا بسوي هيك هيك. ممكن ان انا اخلق منهم نوع من التنافس اللي يشجعها واخلي دوافع عندهم حوافز عندهم. لكن بحكي فيه النشاط الحر الملاحظ، ما تستخدم تمرينات تكون او وقفات تكون هذه الوقفات يعني شيء وقف قاطره وقف صف جماعتهم ورا بعض كذا كذا، ما بيقدر ما بيقدر. خليه ينتشر انتشار حر، شو واحد منهم بده في الملعب وانت نادي عليهم، شغلهم موسيقى، العاب موسيقى بحبوها. فالنشاط الحر مهم جدا بدون قوانين بدون ضوابط، الضوابط والقوانين بتغلب كثير لانه ما راح يطبق. احنا في التمرينات للاولاد المتقدمين بعد صف رابع نصير نستخدم بعض النداءات الخاصه في التمرينات، يعني مثلا الذراعين امام الرفع، الذراعين عرض الثني اللي على الركبتين جلوس، ما بزبط مع هذا الولد. يعني لحد سن رابع ما تستخدمها ولا تدور عليها ولا اذا بتعرفهاش تروح تتعرف عليها. ليش؟ لان انا في هذه المرحله الولد ما عنده قدره انه يحرك عضلاته بشكل صحيح، ما عنده قدره انه يكون بعمليه الاستماع الى تنفيذ الاوامر بالشكل الصحيح. بدك تعطيه اوامر سهله اللي تتناسب معه، اللي تتناسب مع الفئه العمريه. اه مد ايديك، ارفع ايديك فوق، بدنا نرفع ايدينا مثل العصافير، بدنا مش عارف ايش، نسبح في الميه. انت بتعطيه اوامر لكن بتتناسب مع العمر اللي هو فيه. لان اذا انا بدي اعطيه اوامر مثل ما انا بعطي صف سابع وصف ثامن، لما انا بدخل عليهم بعطيهم تمرينات للرجلين، القدم اليمنى جانب طعن، الذراعين امام الرف، لف الجذع للجانبين، انا وجذع شو بعرفه في الجذع؟ ما راح يعرف هذه الامور. فعشان هذا انا بدي اتناسب في المصطلحات اللي انا بعطيها، ان
أفهم أن هذا الولد لسه في مرحلة يعني ما بيستوعب هذه الأمور. لما تشرح الألعاب ما تطول فيها، مثل ما كنا الولد ما بركز، الولد يا دوب ينتبه لك ثواني دقائق، يعني دقائق راح ينتبه. عشان لما تشرح لعبة معينة، هذه اللعبة اللي بدك تشرحها للولد، خلي فترتها تكون قصيرة. الولد بده يلعب، الولد بده يتحرك، الولد مش جاي يسمع ولا جاي يخرب ولا جاي يسمع قصص، الولد بده ايش؟ بده تعطيه نشاط. اشرح له القصة بسرعة وكله بدنا نبلش نطبق، حتى ممكن اشرحها بسرعة وبلش اعيد فيها شوي شوي اثناء التطبيق واعطيه التعليمات لتطبيق هذه الامور. استغل التقليد، مثل ما قلنا الولد بقلد، ممكن نستخدم حركات الحيوانات اللي بيستخدموا، الغزال كيف بتجري، البطه كيف تمشي، الدجاجه كيف تكون ماشيه وتلم في الهواء، الارض كيف تحفر الدجاجه في الارض، كيف الارنب بنط، كيف الاسد بنلعب لعبه ان هذا الاسد وهذا الغزال بنلحق بعض ونمسك بعض. بقلد بصير غزال، بصير فرس، بصير بطه، بصير لعبه الصياد، الصياد مثلا، اي شغله بتكون له اياها خلص هذا الولد يعني مثلا نسميه نص مجنون، شو بتخرفه بمشي. فبدك تستفيد من هالتقليد تبعه انك انت تنزل عقليته، ما تظلك يعني. اذا رجعنا راح اختم عند معلمه في مدرسه خريجه من عندنا بيتزيت وخرفتني، يعني هي جت حسيت لي بتشتغل حقيقه، بتشتغل شيء حلو بطريقه حلوه مع صف اول ثاني وثاني، فراح تشوف قديش هي راح تكون طفلة بينهم، مش بتتعامل معهم كأستاذ. ما بزبط، بدك تنزل معهم لعقليتهم، هذول عقليتهم بحبوش المتكبرين، بحبوش الغرور. بدك تمشي تتعامل ما تتعامل مع الغرور، بهمش أنا، بس تتعامل مع طفل بغرور ما بحبه. ولد بدك تنزل لعقليته. فاستغل هذا الحكي، استغل حب التقليد. الألعاب هذه، التمرينات على شكل ألعاب، التمرينات على شكل تقليد، أي طريقة أو أي شغلة ممكن تلاقيها استفيد منها. البرنامج لازم يكون سهل، ممكن استخدم مع الموسيقى. الأولاد يعني الموسيقى إشي جذاب لهم، بحبوا إنه مثلا يسمعوا الموسيقى بتخبط موسيقى الأطفال، فممكن إنها تكون حافز لهم. يعني أنا بدور كيف أشجع الولد للنشاط، لأن مرات بيجون الأولاد يعني ما بحب الرياضة، ما بحب يتحرك، عنده مشكلة بحب يضل قاعد حتى في الدور، يعني ما بختلطش في حدا. فممكن إن أنا أجذب هذه الشغلات من خلال إيش؟ إن أنا أعطي بعض المهام في داخل الحصة وأقول له أنت المسؤول عنهم، أنت اللي بدك تصفر لهم، يلا هاي بدهم يطلعوا في سباق أمس الصف، وأعطيهم الإشارة، بدي أشغل موسيقى، أنت بدك تقود هذه المجموعة. شوي شوي لازم أجذب هذول الأولاد. يا جماعة التربية الرياضية من الشغلات اللي ممكن نأثر فيها على الأولاد بشكل عظيم، بشكل كبير، بشكل كذا. فعشان هيك لازم إن إحنا يكون عندنا في حصة التربية الرياضية رسالة كبيرة تكون إلها أهداف عديدة، وهذه الأهداف تكون يعني تمتد عن جوانب الشاملة للجميع، زي اجتماعيا بأثر عليه، نفسيا بأثر عليه، عقليا بأثر عليه، بدنيا بأثر عليه، الأمور هذه صحيا بأثر عليه. فممكن لازم اجذب الاولاد جميعا. فيش حدا في المجتمعات الغربيه ما بيمارس انشطه رياضيه، فيش حدا في المجتمعات المتقدمه ما بيلعب رياضه. الرياضه اللي في العالم جميعها للدول المتقدمه، والرياضه اللي عندنا للاسف انها كون دول غير متقدمه الرياضه لحد الان. نشاط الرياضه صحه، ولازم الولد ياخذها بحق، واجب عليه انه يتحرك، واجب علينا احنا كمدرسين وكناس تربويين ان نخلي الولد يكتسب ثقافه النشاط الرياضي اللي هو يصير عنده شعار الرياضة أسلوب حياة. شعار مهم، الرياضة أسلوب حياة. الرياضة بمارسها في الدار، بمارسها في المدرسة، بمارسها في الشارع، ولازم أبعد عن السيارة وأبعد عن الأسانسير، ما أطلعش في الأسانسير، لازم أطلع الدرج، ولازم أظل أتحرك، ولازم أقعد في المكتب أوقف لفترة أطول، ولازم أراقب نفسي. إن أنا هذا الحكي إذا أنا من زرعت عند الولد وهو صغير وعلمته إن النشاط الرياضي إشي مهم وخليته يحب الرياضة، راح يجي لك هذا البني آدم بعد سنوات بيعاني من أمراض العصر اللي هي السكر والضغط والسمنة والشرايين، وهذه كل العالم قاعد بيعاني منها حاليا. فحتى ما نصل لهالمرحلة المفروض إن إحنا نوصل الثقافة الرياضية، اللي إحنا أصحاب رسالة في هذا الموضوع كتربويين، إن الرياضة هي عبارة عن ثقافة، الرياضة عبارة عن
أسلوب حياة. الرياضة يجب أن تمارس يوميا، مش بس لأصير بطل، لا، مشان صحتي. وهذا الحكي بلش من صغير، بلش من ولد عمره 4 سنين وثلاث سنين وخمس سنين، الصف الأول والصف الثاني، ولازم يكون في تراكم في الأعمال. ما يكبر شوي النادي يكون كمؤسسة يعلم الناس هذا الحكي ويطور في أداء هذول الناس. فتطوير الثقافة الموجودة عند الناس بتبلش من صف أول. تخليش ترمي هالكرة للأولاد مشان تريح راسك وتقولهم اطلع العبوا في الطابة وتنسى الموضوع، تعرف إن راح تلاقي إنه ولد أو ولدين بيلعبوا في الصف، ولدين خاويين على الصف، ولدين كادين قويين أو مساكين جيلهم في البنية الجسمية تبعتهم، راح ما يسيطر على الصف، راح كل ما واحد مسك الطابة أعطيني إياها، كل ما واحد يعني دائما مسيطر على المجموعة. فإحنا بدنا نستغل هذول الأولاد في هذه المرحلة حتى نقدر نأثر عليهم من ناحية تربوية من خلال النشاط الرياضي، من خلال القصص الحركية الهادفة، ومن خلال استغلال قدرات هذا الولد ونشاطه وحبه للنشاط الرياضي انه يأثر عليه في الأول. من التمرينات اللي ممكن نعطيه الولد التعلق، الجري، الوثب، تنطيط الكرة ولقفة، يعني بمعنى آخر لحد أن شو لاحظه جميع الحركات فردية بدون مجموعة، لأن لحد الآن أنا بدي أبني من القاعدة اللي هو بحبها اللي هي الأنانية أو الانفرادية في التعامل، أو إن لحد الآن ما قدر يوصل لمرحلة إنه يقدر يشتغل كمجموعة. فأنا بدي أستفيد من هذا الإشي، لازم أستفيد منه، أعطيه بعض التمرينات، التعلق فردي، الجري فردي، الوثب فردي، التنطيط الكرة في المكان فردي، عشان ننمي له المهارات. كلنا إحنا بدنا نشيل إن المهارات في المراحل الأساسية الدنيا بتكون تمهيد للمهارات في المراحل اللي هي المتقدمة. فأنا لما أعلم على المهارات الأساسية اللي مكونة من التنطيط أو التلفيف أو رمي الكرة أو الجري أو الحجة، هذول هنا أساس للمهارات اللي لقدام. الجري الولد هو صغير، طريقة الجري اللي أنت بتعلم إياها وطريقة انتقاله من مكان إلى آخر بسرعة معينة راح هي اللي تكون أساس للعب الميت متر. طريقة التنطيط هي راح تكون أساس في لعبة كرة السلة، لكن فرمي الكرة هي أساس راح تكون في المهارات. فأنا بدي أنمي القدرات الحركية عند الولد من خلال ربط الحركات مع بعض، طور من قدرة الجهاز العصبي المركزي في التحكم في العضلات، من أجل أن أوصل هذا الولد لمرحلة معينة بحيث أنه يكون عنده قدرة أن يدخل على المراحل المتقدمة وهو يعني يحمل أشياء أهم شيء اللي هي المهارات الأساسية. فالنشاط الحر والملاحظ والقصص الحركية والسباقات اللي تشكل حافز عند الولد اللي أسبق زميلي أو زميلي يسبقني راح تكون بشكل إيجابي، وحاول تخليها بشكل إيجابي. حاول أنك أنت تخلي الولاد بالطريقة الفردية اللي رافي إمكانياته غير عن ولاء أو رمزي، كل واحد له إمكانيات. حاول تقرب الولاد من بعض من الإمكانيات الفردية. لازم الولد يفوز، علم الفوز، خليه يكون شجع لهذا. النداءات ما لازم استخدم نداءات يعني بالتربية الرياضية وتكون معقدة و لازم تشرح للعب بشكل بدون ما تطول، أعطيه مختصر للعب القصص الحركية اللي بتعطيه. يعني استغل موضوع التقليد الموجود عنده وحبه للتقليد الحيوانات وتقليد الإنسان وتقليد الكبار وتقليد زملاء البرنامج. حاول بسطنا من الولد في هذه المرحلة بحيث أنه يتناسب، وهنا في عمل المهارات الأساسية اللي ممكن نستخدمها مع الولاد مثل الجري والوثب والتنطيط واللقف وغيرها من الأشياء. لاحظوا الولد يعني في المراحل التطور اللي عملت شيء، بلش من صغر وهو صغير، بعدين صار شوي شوي يكلب على بطنه، شوي شوي صار يقدر يرفع حاله، صار يحرش عضلاته شوي، صرنا يقعد بمساندة. الولد هنا برضه نفس الشيء، صار يحمي، صار يوقف مساندة، صار يحمي، صار يوقف مساندة الكرسي لحاله، صرنا احنا نساعده شوي شوي. لاحظ صار يكون على الكرسي، صار يوقف على الطاولة، صار يطلع على الدرج. يعني الولد بقدرة ربنا، بالإمكانيات لربنا خلقا، بمساعدة المساعدة اللي ربنا بقدمها لنا، شفتي بتغير من ضعف لإشي أقوى 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 حتى يصل لضعف الجديد. بس خطير الأنشطة اللي بصاحب الموسيقى والغناء والإقراء، والأنشطة اللي استخدم فيها الأدوات البسيطة والأطواف وقراءة التوازن تعد من الأنشطة المهمة. ليش؟ لأن هذه الأنشطة جذابة للأولاد، لأن أنا لما أجي أقول أمسك الكرة، أمسك البالون، البالون هذا إشي عظيم بالنسبة للولد. جيب له كرات طبية صغيرة، جيب له الوسبون،
إذا بنقدر نجيب له في المبرز السبور يقعد يتوازن عليها، جيب له مثلا طوق كلنا بدنا نفوت في جوا الطوق نطلع من جوا الطوق، بحر ومي، طوق جوا الطوق، بحر برا، شط وإشي. فهذه الأدوات بتشكل لهذا الولد حافز كبير لأنه معاه أداة. هذا معاه أداة، تعرف شو يعني معاه أداة؟ تعرف شو يعني معاه طوق؟ تعرف شو يعني معاه كرة؟ هذا امتلك أشياء عظيمة ما حدا امتلكها من الناس اللي في عمره. في هذه الحالة إحنا ممكن نحفز الأولاد، ممكن نستخدم هذه الأدوات المصاحبة من غناء والموسيقى ومن الحبال الأطوار كما قال التوازن بين هذا أنشطة مهمة للأولاد، لأنها أصلا بتشكل حافز للأولاد بإمكانها إنها تقرب علينا المسافات وتخلينا نعطي حصة للتربية الرياضية وهو الولد مستمتع في هذه الحصة. لأن أنا في النهاية دائما أحط شعار قدام عينيك، الفرس تستطيع أخذها إلى النار لكن لا تستطيع إجبارها على الشرب. فأنا بدي أخذ الولد على النهر وعم ألعب المدرسة، بديش أجبره، بدي أخليه بقناعة يمارس هذه الأنشطة الرياضية. عشان هيك لازم إيش؟ لازم أفهم شو بده، شو متطلباته، شو الإشي اللي بناسبه، شو الإشي اللي بناسبه. إذا فهمت حياته، فهمت طريقته، فهمت النمو الانفعالي تبعه، النمو النفسي تبعه، راح أصل لمرحلة إني أقدم له حصة تربية رياضية تكون مميزة وتتناسب مع عمره ويكون في نفس الوقت هو راضي عن أداء في هذه المرحلة. فهذه الأمور، المرحلة الأساسية، المرحلة الأولى اللي نحكي عنها اليوم، هذه المرحلة من المراحل الحساسة جدا عند الأولاد لأنها لها خصوصيتها العالية، لأنها بتمتاز في بعض الجوانب البدنية والحركية والنفسية والاجتماعية اللي بتخلي من التعامل معها تعامل خاص جدا جدا، اللي بخلينا في النهاية إن نكون خصوصية هذه المرحلة اللي ممكن في يوم من الأيام تكون جانب سلبي أو إيجابي على الولد، بحيث إن ممكن نحن نأثر عليها بجانب إيجابي إذا تعاملنا عليها بشكل صحيح، وممكن نأثر عليها بشكل سلبي إذا كان موضوعنا بشكل خاطئ. فعشان هيك أنا بفضل إن ندرس هذه المواضيع، ندرس مواضيع الصفات البدنية والصفات النفسية والصفات الاجتماعية والصفات العقلية لهذه المرحلة العمرية، من شان إحنا نقدر نتعامل مع طفل وإحنا عارفين وين رايحين، وإلا راح نتعامل مع مجهول وهذا المجهول راح يسوي لنا إشكالية، بحيث إنه ممكن نكسر هذا الولد أو نعذب نفسيته أو نتعامل معه بعكس ما المرحلة بتطلب، لأن إحنا مش فاهمين ورايحين على مكان إحنا مش عارفين وين رايحين. فلازم أنا قبل ما أدخل على الصف أكون عندي دراية كاملة إن هذه المرحلة عندها 1 2 3، وهذه 1 2 3 تعني بالنسبة إلي إني أنا أقدر أتعامل مع الولد وإني أنا أقدر إني أعزز عنده النمو الشامل، مش إني أنا جاي فقط إني أنا أعطيه أوامر وإني أنا أتحكم في هذا الولد. لا، أنا جاي في هذه المرحلة مشان أساعده، لازم أطوره، لازم أحسنه، ولازم أخليه بني آدم قابل إن يندمج مع المجموعة، وإن أنا أثر عليه في البعد الاجتماعي والنفسي والعقلي. في هذه الطريقة إذا أنت فهمت المرحلة راح تنجح في التعامل معها، لكن إذا ما فهمت المرحلة وتعاملت مع الأولاد بفوقية أو إنهم بردوا بردوش، لا، لأنك أنت مش فاهم المرحلة بمر فيها، راح تصل لهذا المرحلة مع الأولاد وتوصل لمرحلة إنهم يعني تتعاملوا مع بعض وما تصلوا للحقيقة أو للتعامل المناسب. الولاد صار أبسط من إن نعاندها. أعطيك العافية. أنا متأكد إن شوية زعلت من يوم.